سد المايك حيدر، سد المايك. السلام عليكم، تسمعوني؟ عليكم السلام دكتور. نعم الصوت واضح. أوكي، شكرا جزيلا. حضرتك طالبة؟ نعم دكتور، أنا طالبة إسراء جعفر. يا أهلا مرحبا. يا أهلا مرحبا كلكم. حقيقة سبعتكم 35 واحد فقط داخلين، احنا نتوقع أنه عدد يمكن فوق 200. صور. السلام عليكم. عليكم السلام. طالب حسين كاظم صدخان. يا أهلا وسهلا. الله يحفظك. عبد المطلب صادق شاعن. يا أهلا وسهلا. احنا شوية صعبة ما ناخذكم. يا أهلا وسهلا بكم. يمكن صعبة ما أخذ الحضور كاملا هسه بالاسم، بس راح نحاول أنه نشوف شلون أنه نحقق مال الحضور أو نسجل الحضور مالتكم بطريقة معينة. دكتور يصير عالشات؟ عالشات نكتب حضورنا؟ والله ألو، يعني في طريقة معينة بحيث أنه شلون هذه البارتيسيبانت شو أسوي؟ السلام عليكم. شلونك دكتور؟ موجود طالب محمد راضي، بس شلون نسجل الحضور؟ دكتور عدتك التسجيل يصير الحضور، ممكن يصير كواجب على ايدومودو، يرسل اسم الرباعي لك سكرين شوت. اقتراح هذا وين موجود؟ والله على ايدومودو نشوف انه مثل الواجب. حضوركم راح يسجل كسكرين شوت بالتالي هنا.
على لما عندي بالتالي. يعني على الشات نكتب اسمانا دكتور؟ لا هو ها ناخذ صور هسه احنا ناخذ صور للدخول مال الحضور مالتكم بس رجاء ما تدخل لي يصير تاخير على مود نقدر ناخذ من اول الحضور على شكل صور وندزها مؤقتا الى انه نشوف نقدر شلون نرتب الحضور. تعذبين قاعد يسجلون بس ما يدخل عندهم اكثر من مره. يلا هي مؤكد يراد لها انتوا بديتوا محاضرات يمكن قبل يومين او ثلاثة ايام صار لكم اثنين او ثلاثة بس محاضرتين او ثلاثة المفروض المفروض انه خلال هالاسبوع الكل يصير عندهم معرفة بالكيفية الدخول. الاسبوع الاخر ما راح يكون لهم عذر حقيقة زين ان شاء الله قاعد نساعدهم احنا هالاسبوع اوكي ماكوش مشكلة زين هذا الحضور راح يكون بغير طريقة راح يكون بالضبط زين بس راح نسجل أساسا لكنه ما نحاسب عليه لا لا ما أحتاج فيديو بس الأسبوع الجاي إن شاء الله يعني يمكن راح نحاسب على الحضور. هسه الموجودين حوالي 50 واحد 49 واحد الموجودين 52 صاروا نحاول نبدي في وقت بس شوي انتبه علي بالنسبة للبرنامج تعرفون هذا برنامج لمدة 45 دقيقة وإحنا بدينا 5 دقائق قبلها يعني بعد لي فقط أقل من 40 دقيقة هسه حاليا. إذا انتهى نعطيكم 5 دقائق راحة وندخل مرتلخ على نفس الكود على نفس الكود ندخل مرتلخ ماشي إن شاء الله تمام. صار عندكم علم انتم شلون البارحه شلون سويتوا باي طريقه دكتور البارحه يعني قبل هالمحاضره ما طولت اكثر من 45 دقيقه لحقنا يعني هي بال 45 خلصت سويتوا المحاضره احنا المحاضره لانه احنا مطينا تعرف مال حوالي 10 محاضرات مال هالفصل لازم أكثر من 45 دقيقة واللي مطينا إياها حقيقة من 5 إلى 7:30 بس إحنا ما راح نطول إلى 7:30 حقيقة أحكي لكم صدق نعم قبل 7 إحنا نخلص لازم ماشي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله زين ما ندوخكم طبعا المحاضرات أيضا راح تسجل زين وراح نخلي لياكم على اليوتيوب على اليوتيوب مالتي بس ايضا راح ادزلكم اللينك على مود انه تقدرون اللي ما حضر المحاضره ممكن انه يدخل عليها باللينك يعني القناه مالتك على اليوتيوب القناه مال اليوتيوب بالضبط دكتور اذا ما تصير زحمه ممكن تسوي قناه خاصه على التليجرام افضل من اليوتيوب مو هو الطلب مال شو اسمه مال هو ما يصير الا على اليوتيوب انه على اليوتيوب هذه طلبه هو التيلي اصلا ثقيل يعني بالنت اليوتيوب افضل اليوتيوب افضل اصور لانه بالضبط ترى هذه هم يعني هي طلب من الوزاره الظاهر الوزاره اي ما هو على مود يرفع باليوتيوب دائما يعني الشرح مو نفس التليجرام يروح يتهكر او يجي القناة أفضل. القناة. إذن اتفقنا على القناة. أوكي. أفضل أي دكتور والله القناة أفضل. على القناة إذن اتفقنا على القناة. إذن والله. حبيبي دكتور الله يطول بعمرك إن شاء الله. إن شاء الله. كتب لي أحد من الجماعة بأنه شو اسمه بأنه ماذا يقدر ينزل المحاضرات اللي أرسلتها زين المحاضرة. أعتقد. لا ما أرسل لا. جاي يدرس. تنزيل مالتها. جاي يدرس. بس تقعدين ما ادوخن لا تسمعوني نعم دكتور ده نسمع بس يا حبذا الطلاب يسدون الصوت حتى يكون واضح للجميع رجاء الجميع لان راح نبدي المحاضره مالتنا فقط شيء واحد انه المحاضرات اذا ما قدرتوا تنزلوها من الادمودو ولو أنا أعتقد أنه من السهولة أنه تنزلوها من إدمودو ممكن بالتالي نرسل لياكم خلي لياكم يم القسم ماشي؟ أقلنا؟ أوكي فإذا نبدأ دكتور بلا زحمة وين تخليها للمحاضرة؟ عفوا على المقاطعة؟ القسم.
يم القسم يم مقرر القسم دكتورة مروة. نعم نعم بالتالي نقدر ندز لي اياها. اشكرك دكتور. زين ويا ماشي. اذا واحد ما يقدر ينزلها نقدر يقدر ياخذها بالتالي من دكتورة مروة حاليا راح ندز لي اياها. اوكي تمام. هسه نريد نبدي حقيقة لأنه صار لنا أكثر من 5 دقائق أخذنا من الوقت مال اللقاء بلدنا الأولي. إحنا موضوعنا الأول راح يكون عن الدايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي أنتوا كلكم ماخذين الجهاز الهضمي أساسا بالعلوم صف سادس. أوكي a gift from Zoom running out of time. We have removed a 40 minutes limit on your group meeting. Yes, we love it. Okay. ماشي. فإذا الجهاز الهضمي أنتم ماخذيه أوليا صف سادس يمكن صف خامس احتمال همين ما بدنا ندري احنا بالحقيقة ايش وقت، لكنه اكو معلومات عندكم عن هالموضوع سابقا، لكنه نبدي موضوعنا بالجهاز الهضمي. لو تشوفون الصورة قدامكم يمكن كلش واضحة تتبدل عندكم. زين الجهاز الهضمي جهازي يمتد حوالي 10 مترات بالجسم، يبدأ من الفم ينتهي بالمخرج. زين الفم مثل هذا شوفوا لي هذا اللسان. زين أسنان حوله موجودة. زين هنا موجود 3 أعضاء مهمة اللي هي شنو؟ سليبري جلاند. سليبري جلاند هي الغدد اللعابية. الغدد اللعابية هذه اسمها الباروتيد، وانتم كلكم تعرفوها لأنه سامعين مسألة باروتايتس يسموه فيرال باروتايتس. النكاف سامعين به النكاف؟ نعم دكتور سامعين به. هي هذه الغدة النكافية يسموها باروتيد جلاند. هنا سب مانديبلر وهنا سب لينجوال جلاند اللي هي غدد لعابية. أيضا الفارنكس اللي هو البلعوم، بلعوم هنا عندنا. ثم تعرفون هذا يا عضو هذا الموجود اللي على شكل تيوب طويل موجود ما بين البلعوم وما بين شنو المعدة اللي ستومك نسميها المعدة. مين مريء؟ الإسوفيغاس. الإسوفيغاس هو المريء. هنا هذا الكبد المريء يفوت وراء الكبد يتصل بيش بالمعدة، يتصل بالمعدة من خلال شنو صمام يسميه الصمام الفؤادي. زين أوكي المعدة إذا تتصل بيش بالديودينام. المعدة تتصل بالديودينام. زين اللي هو الاثني عشري وبالديودينام باللفة مال الديودينام الاثني عشري لشكل لفة. الصوت رجاء الصوت. زين أنا مدلا أريد ما أريد أسوي نعم أوكي. فإذا حول اللفة مال الديودينام أكوش البنكرياس موجود، هذا الخلفي البنكرياس ثم الديودينام، وهنا بالتالي يجي الججنام ثم الإليام اللي هي الأمعاء الدقيقة 3 parts أو 3 حقيقة 3 أعضاء هي متصلة على شكل أنبوب طويل متصل اللي هي ديودينام جيجنام أند إليام. الإليام بالنهاية مالته متصل هنا بهالمنطقة اللي هي شنو القولون. هذا القولون الصاعد، هنا المستعرض، هنا النازل، وهذا السيجمويد المعوج، ثم المستقيم وفتحة المخرج. أوكي هذا بالحقيقة اللي بدنا نحكي عنه بس وياي لأنه أنتوا الإنجليزية مالتكم يمكن مو كلش. محمد راضي شوية دير بالك لا تشخبط لنا على اللوحة. أوكي فالإنجليزية مالتكم ضعيفة، راح نترجم إلى أنه تتقوى شوي أكثر، راح نترجم اللي موجود الكتاب الموجود بالإنجليزي إلى العربي. This system is approximately 10 meter long. فإذا هذا الجهاز الهضمي حوالي 10 أمتار. It traverses the length of the body from the mouth through the thoracic
abdominal and pelvic cavities where it ends at the anus. فإذا يمتد من الفم إلى منطقة الصدر إلى منطقة البطن ثم إلى منطقة الحوض ثم إلى نهايته تكون بالأنس اللي هي المقعد. زين. The digestive system has one major function اللي هو أساسي. يعني عمل أساسي لهذا السيستم لهذا حقيقة الجهاز. To convert food from the diet into a form that can be utilized by the cells of the body in order to carry out their specific function. تعرفون الخلايا مال الجسم زين تحتاج انه تسوي فعالياتها، فعالياتها تحتاج قسم من الطاقه، تحتاج توليد مواد معينه، تحتاج بروتينات، هذه منين تاخذها؟ تاخذها من الجهاز. فاذا الجهاز الهضمي يحول شنو الاكل اللي ناكله الى بطريقه معينه وخلال الفانكشن مالته خلال العمل مالته الى هالمواد اللي تحتاجها السياس. الفانكشنز مال الجهاز الهضمي اللي هي شنو عمل الجهاز الهضمي زين هذا العمل يشمل ingestion اللي هو شنو the process of taking food into the digestive system اللي هي عملية شنو كيفية أخذ الطعام ودفعه المن إلى الجهاز الهضمي the propulsion اللي هي شنو تعريفه the process of moving the food along the length of the digestive system هي عملية شنو دفع الطعام من خلال الجهاز الهضمي إلى نهاية. Digestion الصوت رجاء الصوت أنا ما أريد أفقد التواصل. أسويكم ميوت كلاتكم. اوكي هسه وياي انتو هاي سويتكم ميوت اول بالتالي راح افتح عبارتي لو احاول زين لما ننتهي المهم انه انتوا تسمعوني حاليا عددكم عدد لا باس به صرتوا 85 واحد اذا خلي مايكروفونات مفتوحه راح تاثرون على الباقي. يس فالفانكشن انكلود انجستشن بروبلشن واللي هو دفع الطعام من خلال الجهاز الهضمي الدايجستشن زين اللي هو شنو الهضم ذا بروسيس اوف بريكنج داون فودز شنو يكسر الغذاء الى اولياته. This can be achieved mechanically as food is chewed or moved through the digestive system or chemically by the action of enzymes mixed with the food as it moves through the digestive system. فإذا الدايجستشن يتم بطريقتين، طريقة ميكانيكية بأنه يقطع مثلا بالأسنان يصير تقطيع له زين، أيضا مزجه أيضا تقطيعه يصير ومزجه يصير أيضا حتى بالمعدة أيضا وياها وايضا تدخل مواد كيميائيه نسميها شنو الانزيم زين انزيمات ما يسمى اللي هي بالحقيقه ادها فد عمل كيميائي على الفود تقطعه بهالطريقه. الابزوربشن اللي هو شنو الامتصاص. During this process the product of digestion exit the digestive system and enter the blood or lymph capillaries for distribution. وين يصير distribution؟ بالتشو الى البلد وللمن للمف. فإذا absorption هي عملية امتصاص المواد الغذائية إلى الدم أو إلى مادة اللمف. Elimination اللي هي the waste products of digestion are excreted from the body as feces. حقيقة هي نهاية من أخذنا بالحقيقة الأشياء المفيدة من الأكل البقايا مال الطعام تتحول إلى waste products ما يسمى المخارج النهائية اللي هي حقيقة ما نحتاجها أو ما نستعملها وينفرز من الجسم على شكل خروج. Okay, this is the functions اللي هي هذه حقيقة the main five اللي نحكي عليها. Okay, نجي
عفوا الى الاعضاء مال الجهاز الهضمي. الماوث تعرفون انتم اللي الماوث يشمل الاورال كافيتي اللي هي حقيقه الفم، الفتحه مال الفم، وايضا داخل مال الفم التجويف مال الفم. is where the process of digestion begins. من هنا يبدي شنو مساله الانجستشن والدايجستشن. زين the oral cavity consists of several structures. زين من هو اللبس اللي هي الشفاه والتشيكس زين وياها تعرفون الخدود. are muscular and connective tissue structure اللي هي عباره عن شنو عن عضلات muscular عضلات وconnective tissue structure الانسجه رابطه أنسجة رابطة connective tissue فmuscular and connective tissue structure lined with mucus secretion فبالداخل مالتها زين أكو شيء epithelial cells بالداخل مالتها. هذه epithelial cells شنو تفرز مواد مخاطية على الداخل مالتها زين which provide protection against abrasions caused by wear and tear لانه نستعملها هالمنطقه وهي يدخل بها اكل تدخل بها مواد مختلفه زين فممكن انه يصير تلف بها. هل الميوكاس اللي سكريتد من الابيثيليال اريا اللي موجوده هنا تحافظ لنا على ديمومه هذه الخلايا زين لانه على مود لا تتلف. The lips and cheeks helps to move and hold food in the mouth while the teeth tear and grind the food. فاذا عملها انه بالنسبه للشفاه ولل حدود بانه شنو تسوي تحاول تحافظ على الاكل او اللقمه نفسها بالحقيقه ضمن الماوث ضمن تجويف الفم زين بحيث انه الاسنان تقدر انه تقطع الاكل اللي موجود وتقدر تطحنه ايضا الاكل اللي موجود. This process is called mastication chewing. الماستيكيشن او chewing زين اللي هو شنو التقطيع الاكل حقيقه ومحاوله انه مزجه واضافته الى هذا يخليه على شكل قطع صغيره كلش صغيره بحيث من الممكن انه تشتغل عليه الانزيمز اللي هي الكيميائيات اللي نحتاجها. The lips and cheeks are also involved in speech and facial expression. اضافه الى هذا تعرفون انه العضوين اللي هي اللبس زين اللي هي الشفاه والخدود ايضا عباره عن عضلات ممكن تستخدم لاغراض الكلام ولاغراض ايضا تعطي التعبير الوجه اللي عندنا. The tongue اللي هو شنو اللي هو اللسان is a large voluntary muscle structure. فاذا هو عضو كبير زين عضلي ياخذ جزء كبير من تجويف الانف من تجويف الفم. It is attached posteriorly to the hyoid bone and inferiorly اكوش دا يصير بس ما دا يفتهمون او ما دا يقدرون يفتحون. شنو هسه صار ميوت؟ تسمعوني هسه؟ نعم هسه اكو واحد فاتح مايك يمه طالع برا يمكن خلي يسد المايك. نعم استاذ نسمع دكتورنا سمعت بس هذا بالهورنات الخبصنا واحد يبيع طماطي هي مشكله والله خبصنا الظاهر انا بدي اخذ المحاضره بالسوق ما دست كلها اوكي جهاز الهضم صار طبعا رجاء الطلاب اللي ما يعرف شلون يسد المايك مالته قلها يسال واحد من جماعته على مود يعلموه شلون يسد زين يسده اوكي ماشي زين نمشي بعد حكينا على التانك وقلنا انه فد عضو عضلي كبير في تجويف الفم
زين متصل من الجهة الخلفية بالهايويد بون ومن الجهة الجنوبية من السفلية من الفرينيليوم. The superior surface of the tongue is covered by epithelium from for protection against wear and tear. أيضا جزء حقيقة العلوي من من اللسان. بس بدون زحمة عليه. رجاءً سدوا بعدهم دي يظلون يضايقون الباقين. والله استاذ من الصوت يعني نص الحكي دي نسمعه نص لا. رجاءً اللي ما يحب انه ما دام هاليوم ماكوش تسجيل للغياب اللي ما يحب يحضر المحاضرة أو يريد يسوي بالحقيقة ما يريد يسد المايك مالته إذا يما أحد جماعة زين ممكن يعوف المحاضرة ويخلي الباقين اللي يريدون يحضرون على راحتهم يسمعون وهو في وقت آخر راح نطلع ليها باليوتيوب زين يقدر يسمعها. أوكي إذن سطح اللسان أيضا بمادة الإبيثيليوم التشيو مالته الفوقاني اللي الأنسجة الفوقانية هي زين. The surface also contains many little projections called papillae. البابيلي موجودة على سطح اللسان اللي هي بيها موجود ايضا اعصاب نهايات اعصاب مهمه لغرض انه مساله التذوق. التذوق يصير في نهايات الاعصاب متصله بالبابيلي اللي موجوده في سطح الجسم. Other functions include swallowing اللي هو شنو البلع holding and moving food around. اذا هل كل العفو استاذ بس كل شيء ما نسمع فاتحين المايك. أحاول اسوي لهم ميوت للكل زين ولو نفقد التفاعل وياه. استاذ سوي بس احكم الصوت في دول والله ما جاي نسمع. واحد صرب 25 واحد كورنات في دول قلبك خلصنا. ترى ماكو هيك شيء يعني هو ما يريد يحضر المحاضره ليش يفتح اللايف ويروح خلي سده احسن على أساس ده يسجل الغياب مالته اللي هو ما راح نسجل اياه بالحقيقه ويسجل غياب غير ياثر على الباقيين. دكتور اسمع اطفال والسوق يعني ترى ما اعرف شلون ما ادري شلون مدى يصير هم يعني ميوت اول مدى يصير عندي فبعدها يمكن دي هسه نحاول وياكم. أوكي. دكتور ماشي بكى الله سمعه والله يهديهم هالمسيه هاي الله كريم زين. اوكي نجي على الاذر اورجان اللي موجود بالماوث اللي هو الباليت. انتوا اذا شفتوا الصوره بانه فوق اللسان اكو صفيحه زين هي عبارة عن قسم من عدها بالصفيحة الأمامية من عدها عبارة عن عظم وبعدها منطقة تشو أنسجة اللي بعدها نسميها البلت for the roof of the mouth اللي هي شنو سقف الفم and consists of two parts the hard pellet and soft pellet. الهارد اللي مقصود بيها بون البون يعني معناها عظمي زين. The hard pellet is located anteriorly اللي هي متصلة ويا اللثة والأسنان زين and is bony يعني شنو يعني bone عظام. soft palate اللي هي جزء خلفي من عندها posterior اللي and consist of skeletal muscle and connective tissue بها شنو بها أنسجة عضلية وأيضا أنسجة رابطة. there are 20 temporary teeth زين
عنده حوالي 20 شنو سن مؤقت يصير بالطفولة. These are replaced by permanent teeth. بالتالي تتحول إلى شنو؟ إلى أسنان دائمية. زين. From about the age of 6 من سن السادس نبدي نغيرها. لما يصير شنو؟ بعمر اللي نحكي عليها بالعمر الكبير بالعمر البالغين رح يبقى عندنا 32 شنو سن. 16 are located in the maxilla arch بالأبر و16 شنو بالمانديبل باللور. رجاء هاي لا تشخبطون على اللوحة لأنه دي تظهر عندي ودي يظهر الاسم اللي وياها اللي دي يشخبط على اللوحة. لا تخلونا نحكي على أسماء مالتكم فزيان. السليبري جلانس اللي حكينا عليها they secrete fluid. يعني تعرفون شنو السليبري جلانس اللي هي شنو الغدد اللعابية تفرز مادة اللعاب. زين مادة اللعاب helps to moisten and lubricate food. moisten يعني شنو تخليه أكثر زين رطب. moisten رطب ترطيب ولبريكيت مثل كأنه يصير بي كأنه مادة تحاول أنه تسهل عملية التقليب مع الفود وياها وحركته. That enters the mouth. This makes it easier to hold the food in the mouth. زين سهل عليك بأنه لأنه موجود هاللعاب فيسهل عملية التقليب سهل عملية المزج وسهل عملية أنه الحفاظ على الفود بالموت. The continuous secretion of saliva اللي هي مادة اللعاب زين لأنه الإفراز مالتها مستمر طول الوقت سواء دا تاكل أو ما دا تاكل is cleansing نظف الفم and helps to maintain moisture in the oral cavity. لما يخلي دائما الفم في حالة أنه رطوبة يحافظ على الخلايا ويحافظ على مادة الإبيثيليا اللي هي التشيو اللي موجودة تغطي مادة تغطي سقف الفم واللسان وغيرها. The oral cavity is an entry route for pathogens from external environment. فإذا الفم يدخل به شنو الباثولوجيكال سيلز من برا يعني فيروسز ممكن تدخل بكتيريا تدخل عن طريق الفم. زين فهذه ويا السلايفا اكوش مواد يسموها لايزوزومز ويا السلايفا ويا اللعاب تنفرز مادة اللايزوزوم has anti bacterial action يعني مضادة للبكتيريا. فإذا مو كل البكتيريا المضرة ممكن تدخل بداخل الأمعاء لأنه أكوش بالماوث لما ينفرز عليها السلايفا ممكن تقتل قسم من البكتيريا اللي موجودة بالفود. Immunoglobulin and clotting factor also present in the infection also present وين بالسلايفا to prevent infection. فإذا بداخل هاي السلايفا مو بس أكوش لايزوزايم اللي تقتل البكتيريا بس أيضا أكوش ما يسمى الإميونوغلوبولين. انتوا تعرفون يمكن الاميونوغلوبولين اللي هو الانتي بوديز نسميها مضادات المناعه زين اللي تنفرز. التيست الذوق عمليه الذوق is only possible when food substances are moist اللي هي رطبه تكون. فاذا المواد اللي دنا كلها تصير رطبه زين بواسطه السلايفا يلا نحسها زين بالطعم مالتها. So saliva is required to moisten. أوكي. هذا الحقيقة الفم من الجزء الأمامي خلينا نشوفكم هذا كأنه اللسان مقلوب يعني إذا واحد مثلا يقول افتح حلك وقلب لسانك زين فهذا الفم هذا اللسان وهو شنو مقلوب هذه lingual perineum زين وياها هذا الجزء الأمامي إذا تفتحون اللسان مال جماعتكم قدامكم وتقول لك قلب لسانك شوف رابط مهم ما بين أسفل اللسان وما بين شنو قاع الفم هذا يسموه شنو perineum this one ماشي this is the tongue اللي هو اللسان زين ويا هاي التيث اللي نحكي عليها 16 هنا و16 شنو فوق زين هذه شنو الهارد بليت الهارد بليت هاي السوبيريال ليب أي شنو؟ الانفيريال ليب. الانفيريال
لب زين اوكي الهارد بليت هنا اللي ورا شنو السوفت بليت هذه المنطقه اللي يشوفوها انتم بالفم لما تفتحون حبيبكم اسمها اوفلا اوفلا زين وياها اوكي ذس از ذا تشيك زين هاي انواع الاسنان هنا نسميها مولر ري مولرز زين الكناين زين انسيزرز القواطع الاماميه اورا اوكي فذس از وهذه القم هذه المنطقه هنا اللي هي بين الاسنان وبين فسق في الفم زين شو نسميها القم اللثه اللثه القم اللثه او الجنجيفا امين لها اسم اخر القم او الجنجيفا اوكي هذا المقطع حقيقه جانبي المن لنفس الاوركافيتي بس نشوف بالحقيقه عليه على مود نشوف شنو شلون نتخيلها للحقيقه اللبس هنا شلون مقطوعه هذه اللور ليب زين هذه الماندبل هذه الماندبل في اللحظة وياي يكونوا إذا نسد التليفون أوكي فإذا these are the teeth هذه بالحقيقة الأسنان هذا المصل مال يش مال شيك مال الخد هنا هذه parotid gland هذه شنو البروتيد جلاند زين البروتيد جلاند يطلع من عندها شنو البروتيد داكت اللي قلنا عليها الغده النكافيه زين وياها هذه السب مانديبلر جلاند ايضا اللي هي شنو غده السلايفه اللي هي اللعاب زين واكو ما يسمى السب منتال هنا زين وياها ايضا اللسان ومثل ما قلنا هذا الفرينيه زين وهذا اللسان جزء الأمامي من اللسان أوكي فنرجع الفارينكس تجويف الفم يؤدي إلى شنو البلعوم تجويف الفم يؤدي إلى البلعوم اللي هو الفارينكس consists of three parts the oropharynx the nasopharynx and the laryngopharynx فإذا الفارينكس اللي هو البلعوم حقيقة هو ثلاث أجزاء الجزء اللي خلف الأنف نسميه nasopharynx اللي خلف الفم زين اللي نسميه شنو اوروفارنكس واللي اسفل اللي جوا بالحقيقه نسميه شنو لارينجو فارنكس the nasopharynx is considered a structure of the respiratory system the oropharynx and the laryngopharynx are passage for both food and respiratory gases فاذا الفارنكس اللي هو البلعوم هو مو فقط ممر المن للأكل لكنه ممر للأكل ممر مال ايش مال الهواء فهو مشترك ما بين الجهاز الهضمي ومشترك ما بين شنو الجهاز التنفسي الإبيغلوتس is responsible for closing the entrance to the larynx during swallowing فخلال البلع حقيقة احنا تنسد اكو صمام موجود في أسفل شنو الفارنكس في أسفل البلعوم لما نريد ناكل ينسد هالصمام شي يسد؟ يسد القصبة الهوائية فالأكل ما يروح المن للقصبة الهوائية وين يروح للمريء زين ولهذا احنا ما نختنق لما ناكل لما نشرب مي في بعض الأحيان تحسون انه لما تشرب مي زين هذا الصمام مثلا ما اشتغل زين راح وين شهقت بي المي وين صار بالقصبة الهوائية قمت تقحك زين فهذه انه اكو خلل بسيط صار شنو بالعمل مال الإبيغلوتس اللي خلى انه يدخل مثلا المي او الاكل وين راح؟ راح للقصب الهوائي. فابيغلوتس از ريسبونسبل فور كلوزنج ذا انترنس. يعني شيء شنو مسؤول عن ايش؟ عن سد الفتحه المن لللارنكس لللارنكس تعرفون اللارنكس هي الحنجره. اللارنكس هو الحنجره. During the swallowing. And this action prevents food from entering the larynx. زين؟ and obstructing the respiratory passages. Okay? فد لحظة. Okay. فإذا
once the food has been adequately chewed, زين يعني صار بيه شنو تقطيع وأيضا محاولة أنه هرس هذا الأكل formed into a bolus صار مثل الكتلة زين المتمازجة صارت bolus it is ready to be swallowed يعني أنه صارت مهمة مسألة الحلي من فتحة من الفم تجويف الفم شي يصير بالبلع عملية البلع اللي هي شنو swallowing أو deglutition هي بالحقيقة اثنيناتها هي نفس المعنى زين اللي هو بلع occur in three phases تصير بثلاث حقيقة عملية متسلسلة بها phase 1 phase 2 and phase 3 الphase 1 voluntary phase اللي هو انه انت تحاول انه الدفع يعني ارادي زين فهي جزء ارادي من الحركة the action of the voluntary muscle serving the oral cavity اللي هي موجودة بالoral cavity manipulates the food bolus into the oropharynx يدفع المن باللسان ومساعدة تشيك والباقي العضلات اللي موجودة تدفع اللقمة المن للخلف إلى الأوروفارنكس الفارنجيال فيس لما توصل اللقمة إلى الفارنكس زين إلى البلعوم زين الريفلكس أكشن is initiated هنا ريفلكس شنو يعني انعكاس زين يعني فعل انعكاسي فعل انعكاسي يعني مو إرادي هناك إرادي هنا مو إرادي انعكاسي is initiated coordinated by the swallowing center زين اللي موجود بالمدلة أبلونغاتا وين المدلة أبلونغاتا هي موجودة بالبرين بالدماغ هذه الحقيقة أكو شفت مراكز معينة هناك تحس بأنه نزلت اللقمة وين بالبلعوم فتقوم هي تدفع اللقمة وين إلى الداخل and the motor response is contraction of the muscle of the pharynx فتقوم تدفع زين اللقمة إلى داخل البلعوم بواسطة شنو عضلات البلعوم هاي من يسيطر عليها يسيطر عليها من الدماغ منطقة الميدولا بلونغاتا على مود الدفع مالتها تبقى لما دفعتها وصلت إلى المريء ما يسمى الاسوفيجيال فيس فيس اللي هو منطقة المريء منطقة المريء الاسوفيجيس اللي هو منطقة المريء the food bolus زين اللي هو اللقمة راح صارت moves from the pharynx into the esophagus Waves of esophageal muscle contraction move the food bolus down the length of the esophagus and into the stomach. Okay, this wave of muscle contraction is known as peristalsis. هذا اللي راح ينزل شو نسميه peristalsis. Okay, كونوا ويانا باقين. أصور إنه أعطونا مجال إنه تستمر زين المحاضرة أكثر من 40 دقيقة فإذا انقطعت بس بلغوني بس بلغوني إذا انقطعت أوكي زين أوكي أوكي ماشي على مود أوكي استاذ أوكي زين فإذا نرجع عفوا استاذ ما سمعنا عن ملاحظة إذا لأنه دزونا خبر زين بأنه أكو شفد هدية صارت من الزوم بأنه ممكن أنه تتجاوز 40 دقيقة فإذا لأن رح نوصل إلى مسألة 40 دقيقة فإذا جاوزناها وما ننسى خل نبقى زين إلى ساعة بالستة ونعطيكم راحة أستاذ هو نسد وهسا رجع اشتغل مرة ثانية ياهو واضح الميوت يعني قصدك كمل استاذ ما كل شيء كمل ماشي اوكي دكتور كمل كمل عزيزي ماشي اذا هاي ان شاء الله نجي هاي الشخبطات هاي ما تخلصونا من عده زين اوكي هنا دا نشوفكم شلون دا تصير اللقمة دا يصير بيها بالحقيقة البلع بمنطقة الاسوفاجس منطقة المريء زين ويصير شلون دا يصير البيرستالسز زين والبروبولشن مال ايش مال من مال اللقمة هنا
هاي تشوفون شنو نسميه الاسوفيغاس اللي هو المريء، هنا اللقمة موجودة، هنا شلون دي يصير كونتراكشن وتدندفع لي جوا الى انه وصلت الى الكارديا يسموها زين، اللي نسميه الفؤاد زين، اللي هو شيء حقيقة صمام ما بين المريء وما بين شنو المعدة. اذا سامعين يا فؤادي هاي الاغنية، فهي الفؤاد، هذه منطقة الفؤاد اللي نحكي عليها. فالبيريستالسيس يبدي على شكل كونتراكشن اباف زين the bolus زين وريلاكسيشن بيلو زين ويا، فمن يصير كونتراكشن هنا راح تندفع لي جوا زين ويا، بالتالي يصير ريلاكسيشن، بالتالي مرت اللخ يصير كونتراكشن اخرى الى انه تنزل اللقمه المن للمعده. اوكي اتصور هذا واضح فيها. الاسوفيغاس اللي هو منطقه المريء extends from the laryngeal pharynx to the stomach، فاذا من منطقه البلعوم نهاية البلعوم اللي يسموها لارينجو فارنكس زين إلى منطقة المن منو المعدة زين. It is a thick walled structure measure about 25 سنتيمتر، يعني إذا طوله حوالي 25 سنتيمتر اللي يدخل بالتجويف الصدري، هذا موجود عندنا. And lies in the thoracic cavity، مثل ما قلنا تجويف الصدري، posterior to the trachea، إذا خلف القصبة الهوائية، هو موجود خلف القصبة الهوائية، القصبة الهوائية صايرة أمامه. The function of the esophagus is to transport substances، شنو ينقل المواد اللي هي خصوصا الفود بلس اللي هو اللقمة، from the mouth to the stomach. The upper esophageal sphincter regulates the movement of the substances in the esophagus، زين فهو ايضا ينظم هذا السفنكتر، صمام اللي نحكي عليه السفنكتر هو صمام هنا موجود بالجزء العلوي من الـ من الاسوفيغاس من الزين، يحاول يدفع اللقمه ويوصلها الى اللور اسوفيجيال سفنكتر، اللور اسوفيجيال سفنكتر اللي نسميه كاردياك سفنكتر الفؤاد ماشي الصمام. Regulates the movement of substances from the esophagus to the stomach. The muscle layer of the esophagus differs from the rest of the digestive tract, as the superior portion consists of skeletal, اللي هي voluntary muscle, and the inferior portion consists of smooth involuntary muscle. فإذن الجزء العلوي زين هي بها عضلات إرادية، لكنه الأجزاء السفلية بعدها بعضلات غير إرادية وسيطر عليها حقيقة أعصاب من الدماغ. There are four layers of tissue exist throughout the length of the digestive tract from the esophagus to anus. يعني خصوصا من يبدي من المريء. تعرفون بأنه الجهاز الهضمي هو عبارة عن أنبوب يتوسع بالتالي يضيق، بالتالي يتوسع مرتلخ، بالتالي يضيق زين، هذا كله أنبوب. هذا الأنبوب متكون من أربع طبقات، يعني إذا نقص عرضيا زين نشوف أربع طبقات من الداخل إلى الخارج. من الداخل إلى الخارج الطبقة الأولى هي الميوكوزا which is involved in the secretion of mucus and other digestive system secretion such as saliva اللي هو اللعاب and gastric juices، يعني إذا بالفم نبدي وبالش اسمه مادة اللعاب، لكنه بالستومك مين شو يطلع من هالماد من هالميوكوزا؟ يطلع الgastric juices اللي هي شنو العصائر الهضمية اللي تطلع من المعدة. In the small intestine this layer involved in the absorption of the products of digestion. نفس هذه layer، نفس هذه التيشو أو الأنسجة اللي موجودة بالداخل اللي نسميها ميوكوزا زين، منطقة الانتستين منطقة الأمعاء هي مسؤولة عن شنو؟ عن الامتصاص. اللامينا بروبريا يعني احنا قلنا من الداخل إلى الخارج، فإذا من الداخل الميوكوزا بعدها الطبقة اللي بعدها يسموها اللامينا بروبريا consists of loose connective tissue اللي هي شنو؟ أنسجة رابطة which has a role in supporting the blood vessels and lymphatic tissue in the mucosa. فأيضا يعني حتى لما موجودة مثلا بالأمعاء موجود فود موجودة هناك وليصير امتصاص فيه، امتصاص راح يصير من الميوكوزا وين راح يودي للدم وللليمف
زين مادة اللمف زين هذه وين موجودة؟ موجودة خلف الميوكوزا بالهاي منطقة اللامينا بروبليا. الماسكولاريس consists of inner layer of circular smooth muscle and an outer layer of longitudinal smooth muscles. The stomach has three layers of smooth muscle and the upper esophagus. I mean, and several layers. هذه بالحقيقة تحتاجها على مود contraction, propulsion, زين يصير والدفع ماليش مال الأكل. فقسم من عدها مثلاً بالستومك نستعملها على مود الميكسينج مال الأكل وعلى مود يسوي homogenization يعني يصير كله متساوي. ماشي. The outer إذا المنطقة الرابعة أو الجزء الرابع من ال إحنا قلنا أربع مناطق تصير بالتيوب مالته. الأوتر لير هي سيروزا اللي نسميها أدفنتيشيا. و largest area of the serosa is known as the peritoneum. داخل الأمعاء أو داخل البطن يصير peritoneum نسميه. The visceral peritoneum covers the organs of the abdomen and pelvic cavity, and the parietal peritoneum lies the abdominal wall. فإذا هذا بالجزء البريتونيوم اللي موجودة داخل البطن، الجزء اللي متصق بالجهاز الهضمي يسموه visceral peritoneum، والجزء اللي متصق بالابدومينال وول زين اللي يسميه parietal peritoneum. اوكي هذه بالحقيقه مقطع الى طول مجال تسمعوني مو بعدكم لو انقطعت نعم اوكي سمعك استاذنا سمعك كمل اوكي موجوده كمل استاذ كمل خلينا نكمل حبيبي لانه هاني خفت يبدا ينقطع تعرفون 45 دقيقه الظاهر مطينا بونص زين ويا اوكي لو تشوفون هذا المقطع حقيقه طولي المد للاسوفيجاس هنا وهذه السينوة للستومك وهذا المد للديودينا هذا الجزء السفلي للديودينا هذا مقطع طولي فهنا هذه الفتحه الفؤاديه يسموها كارديا اللي نسميها ايضا لور اسوفجيال سفنكتر زين وياها هنا اوكي هذه ستومك الستومك بها هذه نسميه الجزء الخارجي من عندها يسموها جريتر كيرفيتشر زين جريتر كيرفيتشر مثل ما تشوفون زين الكيرف هي شنو الالتواء فالالتواء الخارجي وهذه يسموه شنو اللسر كيرفيتشر اللي هو الالتواء الداخلي اللي هو القليل وهذا الكبير الالتواء الكبير زين وياها هنا هذه منطقه من الاستومك نسميها الفندس زين وياها هالمنطقه من الاستومك شو نسميها البادي تشوفون هذه مكتوبه البادي هنا زين هذه منطقه بينما هنا نسميها الفندس زين وهنا شنو يسموها شنو المنطقه الانترم هاي المنطقه شو نسميها الانترم فإذا الستومك بها فندس العفو بها فندس بها شنو بها بادي وبها شنو وانترم وبها البايلوريك كانال بايلوريك كانال فإذا الرابعة هي بايلوريك كانال فإذا نقسمها إلى فندس بادي انترم اند بايلوريك كانال اللي بها من ضمن هالبايلوريك كانال هو البايلوريك سفنكتر زين اللي هي الصمام ما بين المعدة وما بين شنو الاثني عشري هذه بداية الاثني عشري والاثني عشري هي عبارة عن جزء من الأمعاء اللي هو حوالي 12 إنش يعني مقدار تقريبا مسطرة اللي هي ملتوية رح يجي على شكل يو على شكل يو وبداخلها هذا بداخل اليو يرقد منه البنكرياس أوكي ماشي إن شاء الله أحمد ليش دا تأشر عليها شنو ما افتهمتها على مدة تأثر دا تأشر أوكي شوية أحمد لا تشخبط لنا الله يخليك على شخلي الجماعة يشوفون الأشياء اللي يريدون ماشي أوكي نحكي على الستومك الستومك اللي هي المعدة lies in the abdominal cavity it is continuous with the esophagus superiorly and the duodenum of the small intestine inferiorly. It is divided into
regions. هي مثل ما قلنا, the entrance to the stomach from the esophagus is the cardiac region. بالتالي the fundus is the dome-shaped region in the superior part of the stomach. The body region occupies the space between the lesser and greater curvature of the stomach, and the pyloric region is the وقبل البايلوريك كنا الفانتاس أقول الأنترم زين ويا فحكينا عليها هي هاي حكينا على الريجنز اللي هي اللي إيش مال الستومك. البايلوريك سفنكتر controls the exit of from the stomach. هان ننتظرش تخابرين. أوكي exit of the chyme from the stomach into the small intestine. The food bolus اللي هو اللقمة is converted to the chyme, تتحول من لقمة إلى عبارة عن مادة سائلة نسميها الكايم within the stomach as the chemical digestion of protein begins. زين لأنه إنزيمات تنفرز أيضا من ال من الستومك على مود تحول إنه تفتت من الأكل الموجود وتحوله من لقمة إلى إلى سائل ثخين نسميه الكايم. The stomach is supplied with arterial blood from the branch of the celiac artery. فإذا celiac artery يغذي المن, يغذي المعدة, والvenous blood leaves the stomach via hepatic vein. فإذا المعدة يزودها كartery منو celiac artery, والvein مالتها اللي يطلع من عنده الدم شو نسميه hepatic vein. النerve مال من مال stomach هو يجي من vagus nerve. إذا تعرفون الفيغاس نيرف هو العصب العاشر من أعصاب الرأس اللي نسميه العصب الحائر الفيغاس. زين ويا إحنا مو عندنا 12 عصب من الأعصاب الرئيسية بالرأس, هذا هو العصب العاشر اللي يغذي أيضا منطقة المعدة. With parasympathetic fibers which stimulate gastric motility, تخلي إنه حركة ماليش مال المعدة, and the secretion of gastric juices also. The mucosa within the stomach is also different from the rest of the digestive tract. فال mucosa إحنا مو قلنا جزء داخلي من من الأنبوب مال الجهاز الهضمي مال الستومك شوي يختلف عن الباقيات. When the stomach is empty, the mucosal epithelium falls into long folds known as rugae. تعرفون إحنا لما نأكل رح يجمع الأكل وين؟ بداخل المعدة. المعدة بالصورة الطبيعية لما ما عدنا أكل لما بدنا نأكل شو تكون؟ تكون تجويف مالتها ضيق زين, فكأنه متقلصة. لما متقلصة الميوكوزا اللي بالداخل مالتها يصير على شكل روجي نسميه, هي فولز عبارة عن شنو؟ طويات. يعني أنت لما عندك نفاخة وتنفخها الداخل مالي يشمال النفاخة شنو؟ سموث, يصير كلش مبين واضح انه مستوي كلته. لكن لما نتفش يصير شنو؟ يصير على شكل شنو؟ تجعدات. هل تجعدات شنو نسميها بالستومك؟ نسميها روجي. A very full stomach can contain approximately 4 liters, يعني ايش قد؟ 4 لترات اذا full, كل very full. زين, while an empty stomach contains only about 50 ml. فممكن انه اذا فارغ معدتك كانه الحجم مالتها الداخلي يصير 50, لكنه لما تاكله فوق كلش يصير ممكن تاخذ 4 لترات. The shape and size of the stomach varies from person to person and depend on the quantity of food stored within it. فاذا شكل المعده يختلف من شخص الى شخص وتعتمد على شنو؟ على كميه الاكل اللي موجود بها. اوكي. الميوكوزه also contain many gastric glands. مال من الميوكوزه؟ مالش مال الستومك. فاذا الجزء الداخلي مال المعده زين موجود بها glands, غدد خاصه بالمعده. هل الغدد زين اللي هي تسوي surface mucus cells producing thick bicarbonate coated mucus protect the stomach from the corrosion of gastric acid. فاذا قسم من عدة تفرز ماده مخاطيه موجود وياها مادة بيكربونات, لأنه داخل المعدة ينفرز مادة حامضية, فعلى مود لا تأذي الأنسجة الداخلية مال المعدة لا
تتفاعل وياها ايضا فتوقف العمل مال ايش مال الحامض اذا ظل مده طويله عنه ليؤذي الاسجه مال المعده. Any epithelial cells that do become damaged are quickly shed and replaced. احنا نعرف انه الجهاز الهضمي خصوصا كله تقريبا الاستومك والانتستين زين بسهوله يصير تبديل للخلايا اللي يصير بها دمج هناك وبسرعه يصير بها تبديل هالخلايا اللي يصير بها تلف. ايضا بالاضافه للميوكس سكريتنج سيلز بريتال سيلز بروديوس هيدروكلوريك اسيد اللي هي تدرز ما يعني تفرز ماده الحامض الهيدروكلوريك زين. هالبريتال سيل مو بس هذا الحامض تفرزه لكن تفرز ماده يسموها انترنسيك فاكتور مهمه على مود الابزوربشن على مود امتصاص مال فيتامين بي 12 بي 12 سامعين بي 12 اللي هو مهم لتكوين الكريات الحمراء زين ولعمل الجهاز العصبي ايضا. انترنسيك فاكتور از نيسيسري فور ذا ابزوربشن اوف فيتامين بي 12. هيدروكلوريك اسيد كرييت ذا اسيديك انفايرمنت اوف ذا ستومك لما يصير البي اتش between 1 and 3. يعني احنا بالحقيقه الدايجستيف مال الفود لما يصير بالستومك يعتمد على ايضا على وجود من غير الانزيم وجود حامض ويقل هذا الحامض بحيث يقلل البي اتش مالتك الى بين الواحد الى 3 بالمئة لكنه ايضا الحامض ممكن انه يؤدي ولهذا مرات احنا نحس هذا الحامض يصير عندنا حموضه مال معده تحس به او صارت حرقه زين بالقلب انه صعد الحامض وين الى منطقه السوفاجاس لانه صمام مثلا ما يحفظ زين مال اللي بين المعده والمريء. تشيف سيل من غير الميوكس سكريتنج سيلز والبارايتال سيل اكو ما يسمى تشيف سيلز برودوس بيبسينوجين. هذه البيبسينوجين which is converted to pepsin in the presence of hydrochloric acid and other pepsins زين. Pepsin is necessary for breakdown of protein into smaller peptide chain. فإذا البيبسين اللي ينفرز من هذه السيلز زين يساعد على شنو على تكسير شنو البروتينز الى مكوناتها الاساسيه اللي هو امينو اسيدز زين ويا اول مره يكسرها الى بيبتايد تشينز اللي سمولر اللي متكونه من امينو اسيد متعدده وبالتالي يصير تكسير اخر لها ليتر. الانترو اندوكراين سيلز بروديوس ا فرايتي اوف هرمونز كلودنج جاسترين فروم ذا جي سيلز زين. ذيس هرمون هيلبس ريجوليت جاستريك موتيليتي وايضا سكريشن of acid. Regulation of gastric acid secretion is divided into three phases. Cephalic phase اللي هو خصوصا لما احنا نشوف الاكل زين او نشمها او نذوقها هذه راح يبدي انه ينفرز مواد بالمعده. The secretion of gastric juice. The gastric phase اللي when food enters the stomach the hormone gastric ها شلون؟ انتهت؟ دكتور راح بس الصوت راحت الصورة مال توقف؟ اي نعم نعم توقف بقى بس الصوت بيطلع اوكي لعد راح نطفي نعطيكم 10 دقائق مجال توقف لا استاذ لا استاذ رجعت الصورة دكتور يعني موجودة الصورة موجودة الصوت موجودة استاذ موجود موجودة موجودة الصورة استاذ اوكي خلينا نكمل لعد الجاستريك فيس وين فود انترز ذا ستومك ذا هرمون جاسترين از سيكريتد انتو ذا بلاد ستريم اند ذس ستيميليتس ذا سيكريشن اوف جاستريك جوس والانتستينال فيس از ذا اسيديك كونتينتس اوف ذا ستومك انتر ذا ديودينم اوف ذا سمول انتستين ذا هرمون سيكريتين اند كوليستاكينين ار سيكريتد زين بالانتستين. فاذا حتى لما الاكل قبل ما يوصل للمعده زين راح يتحضر بواسطه الذوق بواسطه الشم زين بواسطه شوفه الاكل بانه راح تتحضر المعده تبدي تفرز هالمواد اللي مهمه واكو جاستريك فيس ولما يوصل ايضا الاكل بداخل المعده زين تصير عمليات مال افراز مواد اخرى ولما يوصل الى نهايه المعده يحضر الانتستين بانه يفرز لها مواد ممكن انه يتحرك الانتستين لافراز مواد اخرى اللي تساعد بالقبض. اوكي؟ فاذا هذه مختصر عن المعده وظائفها وكيف تعمل واجزاء من عدها.
اوكي نعطيكم راحة فد شيء على مود نبدي وياكم وراها فد 10 دقائق لين الساعة 6 شو تقولوا؟ اي والله زين فد 10 دقائق 16 براحتك استاذ براحتك فإذا اوكي تمام استاذ يعني تمام دكتور بدون سهولة وين المحاضرة؟ إذا 10 دقائق نعطيكم مجال تمام دكتور إن شاء الله بس دخلوا على نفس الرابط أنت براحتك هم مرتاح شوية زين أنا بالنسبة لي أنا متعلمة ساعتين وأكثر لكنه أنتوا بعدكم جدد يرادكم شوية تأخذون راحة إلى أنه المعلومات تصير أكثر رسوخا بها فعشر دقائق نعطيكم ماشي استاذ براحتك هذا هو ان شاء الله ان شاء الله يا ابو كاتب